ابتدائية مراكش، فصل جديد في قضية ما بات يعرف بحمزة مومبيبي. غير الناس تتغابى، سيرتو الناس اللي عندهم المشاكل معاه كيتغابوا وكيبغيو يقلبوا ويديروا البوز على ظهره. الانسان اللي هو حمزه مومبيبي، بزاف ديال الناس انا عجبني فيهم الصراحه، انا كانوا كيستاهلوا كيديروا البراءه على الناس وبزاف ديال الحوايج، ولكن كيعطي الكل دي حق حقه. اليوم تم تداول أخبار كثيرة أن أنا تم استدعائي وغيرها من هالموضوع. أنا حابة أنفي وأكذب كل هذه الشائعات أن تم استدعائي. بابتدائية مراكش، فصل جديد في قضية ما بات يعرف بحمزة مومبيبي، حيث تتواصل في الأثناء جلسة التحقيق مع الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها المتابعتين في حالة صراح بتهم المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات وبث أقوال وصور دون ترخيص من الغير بما يمس بسمعته. احنا الدارينا ما عندنا حتى شي دليل في التليفون ديالنا، لا انا لاختي حتى شي دليل. الدليل بشهاده الزور والقضاء المغربي اللي كنشكرو من هذا المنبر، كنقول ليه شكرا ليك جزيل الشكر انك برأتينا من الحساب وقلتي كلمه حق، ولا كانوا هاد الناس كلاونا. الصفحات المغربية أظهرت الوثيقة القضائية بعض القرائن بحسب نصها التي تشير إلى تورط الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام في بث أقوال وصور بدون الترخيص من الغير تمس بسمعة، أيضا بغرض التشهير. ودون في هذه الوثيقة أيضا أنه تم الإفراج عن الأختين بطمة مقابل كفالة بلغت 500,000 درهم مغربي لكل واحدة منهن، وأيضا منعهن من السفر. ما عندكمش القلب أصلا مش يكون عندكم حسنات. حاجة أخرى اللي ما قلتش لكم الرأي العام، هاد الناس اللي كيطلع ويقول لك انا لا انا فقط الانسان مدان هذا بردني وخد لي حقي، ما بغي حد الحبس. كيف يعقل ما تبغي حد الحبس ولك الشخص عارف انه انا الا تزاتني شي شكايه اخرى ولا الاعتقال ودرتو شكايه كيديه. فتح من جديد ملف قضية حمزة مومبيبي المتهمة فيها الفنانة المغربية دنيا بطمة وأختها ابتسام بطمة وآخرون كمان بالوقوف وراء حساب على سناب شات للتشهير بشخصيات بارزة ومشاهير ونشر فضايحهم وابتزازهم. اليوم حكم الاستئناف بحق دنيا بطمة صدر، لكن بدل ما يخفف من مدة حكمها الابتدائي وهو السجن النافذ ل8 أشهر، ازدادت العقوبة بعد الاستئناف كمان 4 أشهر، يعني صار محكوم عليها بسنة كاملة من السجن النافذ. كفاكم كذب كفاكم بهتان. على العموم دنيا بطمة السابق وأنكرت التهم الموجهة لها في مقابلة سابقة معنا في تفاعلكم استضفناها فيها لما طلع أول مرة خبر استدعائها من قبل القضاء. خلونا نتذكر جزء من كلامها. اليوم تم تداول أخبار كثيرة أن أنا تم استدعائي وغيرها من هالموضوع. أنا حابة أنفي وأكذب كل هذه الشائعات أن تم استدعائي من طرف القضاء. يعني الناس قاعدة تتكلم شيء، مش الناس، هو مش الرأي العام، هو عبارة عن 5 أو 6 حسابات وهمية اللي قاعدة تداول هذه وتروج هذه الإشاعات، بالإضافة إلى بعض المواقع المغربية واللي رفعت عليهم قضية. هما 3 مواقع مغربية لحد الآن لأنهم يشوهوا سمعتي ويشوهوا سمعة اسمي إلى غير ذلك. فاليوم جيت أني أقول أن أنا لم يتم استدعائي ولا عندي علاقة بهذا الحساب أبدا، فقط في ناس معينة هذه مؤامرة وفي ناس معينة حابة أنها تقحمني في خلينا هذا الموضوع. نعم. خلينا نأخذ كلامك بس كلمة كلمة شوية يا دنيا. يعني الآن أنت ما في أي جهة، يعني ما حتى مثلا أخذت أقوالك يعني مثلا من أي جهة رسمية أبدا ولا أنا متهمة. طيب. أبدا. طيب أنا بغيت ربي يأخذ فيكم الحق وتهزوا الدب كل قاعد الناس وناخذ حسناتكم. اللي عندكم شي حسنات انا عارفه ما عندكمش. تعين عليها قضاء العقوبه والدخول الى المؤسسه السجنيه للاسف. اشاره قانونيه او اي استفسارات عن
ملف دنيا باطمة أو ملف حمزة مبيبي اللي ما تعنيناش، هذا الشيء قالوا القضاء حيث كاين باغيين يلصقوا بزاف. حنا عندنا حكم من المحكمة ابتدائيا واستنافيا أن حنا ماشي حمزة مبيبي وما كندخلوش ليه وما كنقتلوش الناس فيه وما كنبتزوش الناس إلى غير ذلك وما كنشردوش عوائل وما عندناش القيم، هذا الشيء قالوا القضاء. طلعي كذبيه. بحكم ابتدائي تم الحكم تم اصلا اليوم تم رفع العقوبه الى سنه، وهذا يدل ان كانت امام المحكمه الاستنافيه الادله الدامغه في تواطؤ دنيا باطمه واخرين سواء اختها او مصممه الازياء وفي قضيه ما اصبح يعرف اعلاميا بالمغرب بقضيه حمزه المومبيبي التي اثارت جدلا اعلاميا وجدلا على في الوسط الفني كذلك. طلعي ضربي في القضاء. لأنه إحنا سواسية سعيدة شرف من غدا ومن اليوم أو من البارح إلى غلطات. أنا اللي كان طالب الناس كاملين أنه يقوم يعني يتخذ حق أي واحد فيها. وصلت سير الزوبة زتوفي وكثرتوا فيه، كثرتوا من الحقرة والطغيان والكذوب على الرأي العام وتضليل الرأي العام، وكتشوفوا البرامج ديال برا ما عندكم تبيهم تصيلوا وما كيعرفوكمش كاع، وتبدأوا تجبدوا في سميتي وتشويه السمعة أمام السيدة دنيا باطمة إلا أن تقدم نفسها في الحقيقة قبل أن تكون فنانة أو قبل أن تكون مشهورة. هي مواطنة مغربية يسري عليها القانون كما يسري على جميع المواطنين. نحن في بلد المؤسسات، في بلد الحق والقانون، القانون يعلو ولا يعلى عليه، إذا كلنا سواسية أمام القانون. ثم فين غادي نبدا الشيء؟ أنا بغيت نعرف فين بركة من الكذوب. درت شكاية بالحساب، درت شكاية بينا بالاسم، ها هي عند الفرقة الوطنية وغنحطها لك في السطوري. بركة من الكذوب. حنا ماشي صحاب الحساب، شاء من شاء وكره من كره، وبحكم محكمة ترفض لي طلب ديال النقد. ماشي دانوني شي حاجة أنا ولا أختي، نو تأييد الحكم استئناف، يعني تا هما مبرئيننا من الحساب، يعني حنا باقين مبرئين من الحساب، حنا باقيين مدانين غير شهادة الزور لا أكثر ولا أقل. ما عيرنا حد، ما عندنا صلة بهاد الناس كاملين ولا عمرنا عيرناهم ونتحداهم يجيبوا لي غير كلمة أنا معيرهم فيها. هكا صوت وصورة أفلانة أنت فاعلة وتاركة حيث ما عرضتش عليا الخطوبة. استغرب والله العظيم استغرب. المهم اللي نقدر نقول لكم انها مؤامرة محبوكة بامتياز. درسوها دراسة من الطراز الرفيع، يعني هذا اللي درسها واو 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 واو. وعلاش؟ حيت غنيت في الصحراء، حيت صوتي زوين وغنيت على الصحراء وعلى سيدنا وعلى بلادي. انا ماشي ذنبي، انا كنقول الصراحه، انا مواطنه مغربيه قبل ما نكون فنانه، راه كنتسطع لبلادي ونتسطع على سيدنا ونتسطع على الشيء القضاء المغربي. واخا يقول لي عندك 5 سنين انا كنتسطع لبلادي، حتى حاجه ما غتكرهني في بلادي. قضاء على راسي بعينيا، اي حاجه يقولها ما كايناش كلمه من فوقه. وكيف ما قال حنا ماشي حمزه مون بيبي فلا كلام فوق كلمة القضاء. مبرئين استنافيا وابتدائيا، وحنا دابا مدانات، واختي دخلت الحبس بشهادة الزور. اجيت تقولي واجيت تقول هكا باش مشات هاد المؤامرة مع الأسف. انا بغيت حقي، ما كنطلب حتى شي حاجة. قلتي بالعربي الا بغيتو استشارة قانونية اتصلوا بالمعني بالأمر للمحامي ديالو، بإمكانه يعطيكم استشارة قانونية فيها كل المعطيات، بلا كذوب بلا زيادة بلا شوية سمعة بلا نقصان، لأنه هو أكثر إنسان مطلع للملف وكيعرف خبايا الملف ودارس الملف ويعرف تعليل الملف ويعرف حكم المحكمة ويعرف غيره وغيراته. شوش شخص آخر صديق الجهة الأخرى ويعطيكم معطيات رجاءً. وشكرا. هذا
وبالمناسبة بخصوص شقيقتها ابتسام بطمة، فسبق وقضت المحكمة في حقها بسنة واحدة من السجن النافذ وغرامة 10,000 دينار، وهي حاليا بتقضي مدة محكوميتها. لكن مع إدانة محكمة الاستئناف لدنيا بطمة بأربعة شهور زيادة، طرحت عدة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها هل هي نهاية قضية حمزة منبيبي، وإيش سبب زيادة العقوبة وحكم الاستئناف عليها بدل ما يتقلل. ينضم إلينا عبر سكايب من الرباط الصحفي رشيد المسلم. أهلا فيك معنا أستاذ رشيد، هل نقدر نقول أنه خلاص القضية انتهت أم لا زال هناك مجال للاستئناف؟ أكيد أن القضية انتهت بحكم التقاضي في مرحلة الاستئناف كما أكدت المحكمة الجنحية من مراكش، ولكن ما زال الحكم النهائي اعتبار أن دنيا فاطمة تتابع في حالة سراح مؤقت، ومرحلة التقاضي في المحاكم المغربية ما زالت هناك مرحلة النقد وهي المرحلة الأخيرة. ولكن عموما وكما جاء بتصريح دنيا فاطمة لقناتكم القناة العربية المحترمة، الحمد لله. أنا إنسانة بنادم وأنا مواطنة بحالي بحال هذا الشعب، وبإمكاني أنني نستفد في العفو الملكي. الله يجزيه بخير سيدنا، و كنبغي نشكركم كاملين ونقول لكم شكرا بزاف. دنيا بطمة كانت في حالة صراح، ومبارح بالليل صدر ضدها الحكم بعقوبة نافذة، ولكن هي ليست معتقلة احتياطيا، هي في حالة صراح، دونك تحافظ على وضعيتها كمتابعة في حالة صراح لحين أن يصبح الحكم ضدها حكما أو مقررا نهائيا. إنها غادي تمشي دير الطعن اللي هو طعن بالاستئناف داخل الأجل دير 10 أيام، فإن تلك العقوبة الحبسية النافذة تسمى ابتدائية، يعني كتسمى حكم ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف، ما يمكن له يتنفذ إلا بعد استنفاذ جميع مراحل التقاضي وأن يصبح هذا الحكم نهائيا. صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب حفظكم الله وسدد خطاكم، بعد تقديمي لفروض الطاعة والولاء مشروعة بأسمى عبارات الولاء والإخلاص الرائعين والدعوات الصالحات لحضرة مولانا وسيدنا جلالة الملك محمد السادس، نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينك بولي أحدك المولى الحسن ويغطى الله أسرك بشيخ من شقيقك مولاي رشيد وسائر أفراد أسرتك الملكية الشريفة. أنا دنيا بطمة رعية من رعاياك الأوفياء، أنت تفضل وتشملني بعفوك وترحمني وتسحب بناتي وترفع عني هذا البلاء. أنا حزنت في الحكم عيد كرة وبناتي عياو بغى نربيهم بالسلام عيث، والناس تعدوا عليا وتعدوا لي على اختي وتعدوا لي على سميتي وتعدوا لي على صوتي وتعدوا لي على كل شيء. هذا الناس ضاربين، انا ما كنطلب والو، كنطلب عفوك سيدنا وكنطلب حقي لا اكثر ولا اقل. هذه اللقطة ديال